بهدف قضاء عطلة صيفية مفيدة مع الآباء الكهنة والمرشدين، نظمت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في إربد برنامجاً تعليمياً وترفيهياً لطلبة المدارس تحت عنوان أيدي صغيرة أعمالها كبيرة. التفاصيل مع مراسلتنا في الشمال نيفين حداد. تصويرنا اليوم كان من كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس بمحافظة إربد لنعرف أكثر عن النادي الصيفي لمدارس الأحد بالرعية، ولأن الكنيسة هي بيت العائلة، لأنها مسؤولة عن أبنائها واستغلال مواهبهم من عدة جوانب، وهذا الهدف الأساسي للنادي الصيفي. مدته 3 أيام بالأسبوع لنهاية الشهر، فيه كثير نشاطات ترفيهية لتنمي وتعزز مواهب الأطفال، والمميز فيه كمان إنه بيحتوي على جانب أكاديمي منها اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية كمان. ارتقينا في مدارس الأحد والشبيبة أنه نعمل نادي صيفي نستغل فيه طاقات عندنا طلاب مدارس الأحد، مثلا ككتابة الأيقونات، كمثلا فن الموسيقى البيزنطينية، الترتيل. كذلك أخذنا الجانب الأكاديمي كمان من ناحية التقوية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، بالإضافة لرعينا الجانب كمان أيضا الجانب الترفيهي لطلابنا. إحنا نعرف الطلاب الفترة هاي بيكونوا معطلين في بيوتهم، فبحاجة برضو أنهم يفرغوا من الجانب الطاقي تبعهم. الرعية دايما تحرص على أنها تكون خطوة بخطوة مع أبنائها وتدعمهم وتقربهم من الكنيسة أكثر ليكونوا فاهمين كلمة ربنا بالشكل الصحيح. واليوم كان رائع بالنسبة للأطفال، يعني في عززوا لغتهم الإنجليزية وقووا معرفتهم بالقواعد العربية، وبالأعمال اليدوية كانوا مبسوطين، وبصنع المسابح الملونين كمان، وبرسم الأيقونات رح تكون من تحت إيديهم حلوين. فالأيدي الصغيرة أعمالها كبيرة، وهذا هو شعار النادي الصيفي لهاي السنة. احنا بالنادي الصيفي احنا قاعدين بنسوي نشاطات، واحنا مبسوطين مع الخوريين، وكتير لما نروح على النادي الصيفي بنكون متحمسين لما نكون مبسوطين. احنا فريق القلب منحب نصلي ونلعب. وبعد 4 ساعات تقريباً اختتموا يومهم بهذا الفيلم السينمائي الكرتوني، وأكيد مع كمشة بوشعر. مثل هاي الأنشطة اللي بتقدمها الرعية وغيرها من الرعاية بمختلف كنائسنا، ياريت تكون دافع لحتى العائلات تتشجع أكثر وأكثر ليرسلوا أبنائهم ويكونوا جزء فعال بكنيستهم ومجتمعهم أكثر. نيفين حداد من محافظة إربد.